وشوشة. طبعا فيلم ذا كرو فيلم مهم جدا في الصناعة عموما. هو فيلم بيحكي لك ازاي تقدري تعملي فيلم مظبوط او فيلم نموذجي او ايه اللي بيدور في كواليس السينما علشان يطلع منتج اسمه فيلم سينمائي. الناس بتبقى عارفة حاجات, ودلوقتي عشان في سوشيال ميديا وعشان الناس بقت اقرب للميديا بشكل اكبر, فبدأوا يعرفوا اقسام تانية ويتابعوها شوية, بس في اقسام بعيدة عن الجمهور خالص, ودي اقسام مؤثرة جدا في الصناعة. ففيلم زي ده لما يتكلم عنها باستفاضة من خلال نجوم كبار اثروا في الصناعة وكان ليهم ايد في تغيير شكل, يعني تغيير شكل السينما, فاعتقد انه فيلم مهم, واتمنى ان الفيلم زي ده يبقى محطة مهمة جدا في تاريخ السينما. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشك.